هو تاريخ حياتي مع سهير البابلي يرجع إلى زمن بعيد. كانت هي إحدى ممثلات المسرح القومي، وأنا كنت مدير لمسرح الحكيم. الحقيقة هي كانت محاصرة في المسرح القومي بمجموعة من الممثلات العظيمات، فكانت فرصها قليلة، كانت كل سنة أو سنتين يعني إما تخطف دور بطولة. كنت بأخرج مسرحية اسمها آي ليلي قمر، واستدعى الدراما والشخصية إن أنا أبص لسهير البدل. بالنسبة لها كانت فرصة إنها تبقى النجمة الوحيدة في مسرح الحكيم، وبالنسبة لي كانت فرصة إنها قد إيه لايقة ومناسبة لهذا الدور. دي كانت بداية التعارف. استمرت الصداقة متواصلة لغاية ما جت القفزة الكبرى بمسرحية مدرسة المشاغبين. طبعا يعني ما فيش داعي نتكلم عن مدرسة المشاغبين، كل الناس عارفة. سنة 85 رحمة الله عليه الدكتور سمير سرحان ومراته الصحفية الكبيرة نهاد جاد ومعهم سهير البابلي زاروني وعرضوا علي أن أنا أخرج لهم مسرحية كتبتها نهاد جاد اسمها على الرصيف. وده كان بداية عمل سهير البابلي السياسي معايا الحقيقة على الرصيف. كانت قد كده مناسبة لأنها قد كده متفانية وجادة وصادقة في شغلها، قد كده خشبة المسرح بالنسبة لها هي بيتها الثاني إن لم يكن بيتها الأول. أنا بأتذكر مرة على الرصيف نادهولي علشان سهير البابلي، كان الساعة مثلاً 8:30 9، سهير البابلي تعبانة ومش قادرة تتحرك. فجريت على أوضتها طبعاً لقيتها فعلاً يعني خلصانة، درجة حرارة يمكن 39.5-40 قربت، بالعرق بيتصبب بشكل فظيع، نبض قلبها متسارع جداً، الضغط مش مظبوط. فعلى طول من أوضتها كلمت في التليفون للشباك قلت لهم وقفوا الحجز خلاص رجعوا الفلوس للناس. فراحت ماسكة إيدي من التليفون قالت لها لا العرض حيتم، أنت مش قادرة يا سهير بلاش معوح فيش فايدة. وأصرت سندوها من أوضتها للخشبة المسرح وهم مثلاً 10 خطوات، وأنا وقفت في الكواليس طبعاً ومتوقع أن في أي لحظة لا قدر الله تقع. دخلت على خشبة المسرح والناس قابلوها بالتسقيف والصفافير وإذا بي أمام سهير البابلي أخرى فرسة على المسرح، طاقة إيه وحيوية إيه وتجاوب مع المتفرج بشكل غير طبيعي وغير عادي. دي كانت سهير البابلي على خشبة المسرح تنسى العالم وتصبح إنسانة مختلفة، إنسانة قادرة على أن تجعل الجمهور يتفاعل معها، إنسانة قادرة على أن تقول ما تشاء، على أن تؤدي الرسالة اللي النص بيقول لها وصليها للناس. كتلة من الحياة، كتلة من الحيوية، كتلة من النضج، كتلة من الفن. الحياة سهير البابلي كممثلة مسرحية نادرة الوجود.